المواجهة دي هنتكلم عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ولأي مدى النزول والمشاركة في التصويت أمر مهم وحق دستوري مطلوب الحرص عليه لاختيار المرشحين الأمثل أو الأنسب لتمثيل المصريين تحت قبة البرلمان والخدمة قضايا الوطن. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والإعلامي المعروف. أهلا يا دكتور. مساء الخير أستاذة هام، أهلا بحضرتك. بخير الحمد لله. أهلا بيك. يعني قول لي في الأول، تابعت إزاي الجولة الأولى بمرحلتها يعني للانتخابات البرلمانية؟ خليني أقول إنه أنا سعيد بإنه في قطاع واسع من المصريين اهتم وشارك، لأنه عندنا كده في العلوم السياسية بعض الحاجات اللي كانت ممكن تقول لنا إنه المشاركة هتكون أقل، إنما المصريون كعادتهم يعني يفاجئونا يعني بتحدي بعض ما يشبه القوانين في السياسة، يعني المنافسة كانت عالية قوي في الفردي وكانت قليلة نسبيا في القوائم، ومع ذلك نزل الناس بأعداد كبيرة، يعني نسبة الناس اللي شاركت مثلا في الجولة في المرحلة الثانية الجولة الأولى 28%، ودي نسبة عالية مقارنة بما بدا عليه الوضع، يعني الناس كان يعني كنت بتكلم مع بعض مثلا أصدقائي المتخصصين في النظم السياسية المقررة، عندنا فرع في العلوم السياسية اسمه كده، فكنا متوقعين نسبة أقل، إنما المصريون نزلوا بنسبة أعلى، وده مؤشر إيجابي على إن الناس واخدة الموضوع بجدية وعندهم اعتقاد بإنه مصير مصر لابد أن يكون بأيدي المصريين، لا سيما إن إحنا في منطقة مع الأسف طبعا إحنا مش محظوظين بوقوعنا في هذه المنطقة، منطقة صراعات، منطقة خلافات، منطقة الناس لما بتقرر إنها تدخل في تنافس، التنافس بيتحول لنزاع والنزاع بيتحول لصراع ونلاقي في الآخر خلاص بقى دم. إنما معنى إن الناس حريصة إنها تنزل وتشارك في الانتخابات، ده بالنسبة لي أنا أراه زي ما الإنسان المصري حتى هذا اليوم يروح يرفع قضية، يقول لك يا عم ده هتاخد سين بس لازم أرفع قضية، معناه إن هو لا يزال يحترم مرفق القضاء، ولا يزال يحترم فكرة إن في دولة وإن الدولة عليها دور كبير في إنها تجيب لي حقي باعتباري أنا مواطن في هذه الدولة. نفس الكلام لما بينزل في الانتخابات التشريعية ويقول أنا بنزل علشان أختار مرشحي لأنه أنا في الآخر عارف إن ده أفضل من ده. طبعا أنا فاهم، أنا مش يعني مش جاي من عالم آخر، أنا عارف إنه مصر فيها برضو اعتبارات، ده العيلة والقبيلة ومين صاحب مين وإلى آخره، بس في النهاية بنقول إيه، بنقول بنعول على إنه العدد الأكبر من المصريين هيتعامل مع موضوع الانتخابات بالجدية الواجبة هنا على مستويين، المستوى الأول إنه ينزل إنه يشارك، ودي لازم أقول حاجة دي أشبه بقاعدة عامة في الكون، الراجل أفلاطون من 2500 سنة طبعا ما كانش بيتكلم على مصر يعني، بيقول إن أفلاطون زار مصر، بس هو كان بيقول لك من يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية، اللي بيعزف يعني اللي ما بيشاركش هيعاقب، في عقوبة هتوقع عليه، إيه بقى؟ إيه العقوبة يا أفلاطون؟ يقول لك سيعاقب بأن يحكم بمن هم دونه ومن لا يراعون مصالحه، يعني إيه؟ يعني ببساطة هتتحكم بناس أقل منك. يعني انت دلوقتي قدامك اختيارات جيده، ممكن انت ما نزلتش اخترت الافضل، انت بقول لك انا المرشح يعني. مرشح الدايره بتاعتي ده مش عارف ما بيعرفش طب ايه، طب ما انت ما نزلتش وحطيت بصمتك، اشكرك، هو ده بس الرساله، انت هتعاقب. واحد بمنتهى البساطه الأسوأ نجح لانه عرف يحشد اقدر، لو كانت بيحصل ايام الاخوان بص لاقي ناس، انا فاكر والله لن انسى هذه الواقع، مره كان يعني مش هقول اسماء يعني هم دلوقتي كلهم يعني بينادي القضاء، واحد مسك رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب ساعتها، والله العظيم كان بيجيب ناس، أنا ما كنتش منهم يعني، كان بيجيب ناس أعمل إيه؟ يعني عارف قصدي أنا أعمل إيه؟ ده أنا هقرأ ميزانية وما يعرفش أي حاجة، مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، هو اتزق. وليه اتزق؟ لأن هم جم شوية حشد شوية ناس عرفوا يحشدوا له، والناس الناحية التانية إيه الأكفأ؟ ما نزلتش أو ما شاركتش، فيحصل إيه؟ اللي هيحكمك واحد يا إما هو أقل منك يا إما واحد ممكن يكون كويس بس مش قضيته، انت مش قضيته لان انت اصلا ما شاركتش، هو بالنسبه له كان الموضوع انه يحشد نسبه منظمه تنجح ويصل بها الى المقعد، وهذا المقعد يؤدي به للبرستيج بقى والحصانه والكلام ده. انما عشان كده هنقول للناس ارجوكم دائما شاركوا، هذا زي ما بنقول يعني بخلاف انه حق دستوري وبخلاف القانون وكل هذا الكلام، مصلحتك المباشره ايوه، ليه مهم ان انا اشارك غير الكلام حتى مصلحتك المباشره في انك انت تكون ليكون ليك صوت داخل المجلس، الصوت ده هتجيبه منين؟ ما هو لازم يكون حد بيمثلك داخل المجلس. هقول حاجه كده ممكن تكون بايخه بس انا يعني مضطر اصدم بيها الناس، احنا اشطر في الواجبات الاجتماعيه والانسانيه مننا في الواجبات السياسيه، مع ان الواجبات السياسيه هي اخطر من الاجتماعيه والانسانيه، يعني مثلا نعرف ان في ميتم في البلد، نعرف ان في ميتم في الشارع اللي وراه، بننزل بنروح نعزي الراجل، بنبعت ان شاء الله على تويتر على الفيسبوك ولا مش حاجه دي، بنقول له بقاء يعني البقاء لله الى اخره.
ايوه. طب ما هو ده يعني طبعا ده هذا واجبك تجاه الشخص ده واسرته. حاجه في العطلات الانسانيه بنروح بنتبرع، احنا بنروح بنتبرع بالدم ونم مشوار يعني عشان تبرع بالدم دي يعني قصه. وانا فاكر لما والدتي توفت طلبت الناس يا اخوانا اتبرعوا لازم دم فريش، لقيت ناس كانت طب ده كل ده انا شكرك انت بتخدم والدتي وبتخدمني وبتعمل عمل انساني. طب الكيان الاكبر بقى بالظبط بلدك بقى، فانت انت عليك واجب سياسي. انا مش بقول ده يعني انا مش بقول ان انت زي بتروح الميتم كده بتروح الانتخابات عشان بس ما حدش يفهمها غلط، بس بقول هذا واجب عليك تقوم به كما تقوم بواجباتك الاخرى. ما هو انت مش مطالب مش هتتوقع انك هتاخد عائد منك تروح تعزي او انك تحضر فرح او انك انت تحضر اي مناسبه او انك انت تروح يعني تتبرع بالدم، انما هيعود عليك واجب إن أحسنت انتقاء أولئك الذين هم في موقع الاختيار أو المفاضلة علشان يكون أحدهم أحدهما في الحالة في إعادة فيبقوا اتنين بس علشان يكون ممثلك في مجلس النواب. فأرجو من الناس إن إحنا نقوم بواجبنا السياسي زي ما بنقوم بواجبنا الاجتماعي زي ما بنقوم بواجبنا الإنساني، لأنه في النهاية هذه معركة وطن وكلنا جنود، واللحظة دي ما فيش فيها تكاسل. اللي بيتكاسل حقيقة هو يعني بيضيع الباقيين. يعني كنا بقول مش مهم أنا مش فارقة معايا بقى مصر ومش مصر، لا مصر ده وطننا اللي إحنا في النهاية مسؤولين عنه، هنسلمه للأجيال اللي جاية ورانا يكون في أحسن وضع. يلا قدر الله ما يكونش كده، طب لو في احسن وضع ده حصل ازاي؟ لانه الافضل تقدم، لو افضل الناس تقدمت في كل المجالات بما فيها مجلس النواب بما فيها مجلس الشيوخ قبل من كده بما فيها المناصب الوزاريه والمحافظين والى اخره، هو ده اللي بيرتقي بالبلد. انا تشبيه اخير الكوره اللي بتقول منتخبنا ده احنا بالعافيه غلبنا توجو مش عارف ايه، هل دي افضل العناصر؟ لو مش افضل العناصر هنتغلب. يعني قصدي انت ايه اللي بيخليك تتقدم لما بيكون احسن ده احسن حارس مرمى؟ اه ده احسن حارس مرمى. طب ده احسن لاعب خط وسط مدافع وده احسن خط فانت وده احسن ممثل في البرلمان احسن من يمثلني احسن. هو نفس الكلام، انت قوه الدوله بترتقي مع قوه افرادها.